الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اطفائيات ما بتطفائيات ما بيخلي بشار الاسد ولا سيارة اطفاء تطلع على المناطق اللي فيها جنازة، ما بيخلي ولا سيارة اطفاء ولا سيارة اسعاف تنباب طريق الباب كل ما طالع سيارة اطفاء. هنا ما في عندهم اطفاء، ما عندهم. شفت على مرة جيت في القسم جابوا، ما في عندهم ولا سيارة اطفاء. الجيش الحر ما بخلي ولا سيارة اطفاء تطلع من شان ما تطفي اي حريق في المناطق اللي فيها الجيش الحر. بشار الاسد يا اخي نحن عبيده لانه للعرس.